عندهم علاقه مع عمرهم تلاقاو. غادي نقول لك سير سير، حنا جلسنا مع المقاومه اللبنانيه وجلسنا مع الناس في القياده الايرانيه. نتوما انا اللي كنهضر معك يعني، واخا هذا الشيء ما يتقالش. انا قلت ماذا قال لي في المقاومه القيادات المقاومه اللبنانيه، وماذا قالت لي القياده، ماشي القياده ماشي عليك، ولكن مستويات حسن نصر الله قياده المقاومه ديال الصف الاول حزب الله، حزب الله وقياديين في ايران مهمين جدا في صنع القرار. تلقيت كامل تقريبا كل مره ولا في بيروت مع هادو، في طهران مع الاخرين. واخا وحتى مع البيئه الدبلوماسيه ديالهم هنا اللي كانوا قبل قطع العلاقات، كنا واضحين معاهم، قلنا لهم بانه راه تتوصل اخبار وراه الصحراء، حتى الا كان عندكم شي حاجه حنا كنتسناو توضحوا لنا، ولكن راه الصحراء الملف الصحراء ماشي ديال الدوله اولا، هذا الشعب المغربي كله، واذا اختاريتوا انكم تستعدوا عليكم الشعب هذا موضوع، ولكن حنا بعدا كنستغربوا اولا انكم دعموا الانفصال، والحال انكم تقولون بالوحده الاسلاميه وبوحدة الأمة، فكيفاش أنتم مع الوحدة وكتدعموا الانفصالات والتقسيمات؟ وهذه المشاريع الاستعمارية كتعرفوها كاملين. لماذا أجابتنا قيادة المقاومة في لبنان؟ قال لي فلان أنت كتعرف ما كانت عندنا، هذا ليس تبجحا، وإنما أنقول النقاش كما كان. نؤكد لك ماشي غير أننا ما دخلينش مع البوليزاريو في هذا الشيء الذي يشاع، نؤكد لك أننا ما كنعرفوش البوليزاريو، ما كنعرفوهمش، هذا جوابهم وأنا أثق فيهم. في حوار من 5 صفحات والغلاف مع أسبوعية الأيام طرح على هذا السؤال، وطرح بعد ما قدم الشروح قال لي صحفي واش أنت دابا تصدق نصر الله ولا بوريطة؟ واش أنا بوريطة؟ أنا أصدق حسن نصر الله ولا أصدق بوريطة؟ جمهورية إيران الإسلامية تتقدم خلص بلاتي. هذا الشيء اللي قلت يا السي وحمان، والذي يعني فهمت فيه على انه فعلا انت مع الشعب المغربي، وعلى انك بحالك بحال الشعب المغربي يعني ما غاديش يعجبك الحال، وستستنكر وستجيب وستتخذ موقفا من اي واحد ياك كيضرب الوحده الترابيه تاع بلادك، او باغي يقسم لك بلادك، او كيشجع على تقسيم بلادك ياك. هذا هو الشيء اللي فهمته انا في البدايه نتاع الحوار نتاعك، البدايه نتاع الحوار اللي درتي مع مهداوي، هذا الشيء اللي فهمته، فهمت على انك صوت الشعب المغربي، وراك قلتيها، قلتي قبل كذا كذا كذا، حنا راه الشعب المغربي باغي يعرف باغي يفهم مزيان ملي انت وصلتي الصوت نتاع الشعب المغربي ووصلتيه بهذه اللغه هذه لدوك الناس، سواء في وانت قلتيها السياسي وحمان في لبنان او في ايران، وسئلت على التفاصيل، اللقاء لم يكن ثلاثيا، تلاقيتي مع الناس ديال لبنان بوحدهم حزب الله، وتلاقيتي مع ايرانيين في ايران في طهران، وقالوا لك نفس الهضره انت قلتيها، قالوا لك انهم ماشي فقط لا يساندونهم ولا كذا كذا، ما كيعرفوهمش، ما كيعرفوش البوليزاريو. كاين تصريحات، كاين فيديوهات ديال اعضاء من البوليزاريو في لبنان ياك، ضربتي عليها الطم ساكت فيها. والطامه الكبرى اللي مازال غنوصل لها هو انك صدقت حسن نصر الله ولم تصدق وزير الخارجيه المغربي، يعني ولد بلادك اولا ما تيقتيش ومتيق واحد من الهيه، هذا راه ماشي غير ولد بلادك عادي، هذا راه وزير خارجيه، وزاره الخارجيه المغربيه ماشي وزاره عاديه، وزاره سياديه، وكل ما يصدر عن الدبلوماسيه المغربيه في هذا الشق هذا نتاع الوزاره فهو قرين نتاع الموقف نتاع الدوله الدولاتي. اذا انت لا تصدق صاحب الجلاله، هكا كتفهم. انا ما غاديش نشري لك في الكحل مع صاحب الجلاله، لا ما نديرهاش الخدمه هذه، ولكن نحن الان كمغاربه كنستناو الموقف نتاعك ملي غنسمع هذه الهضره هذه.
اسمع ما قدم الشروح قال لي صحفي واش انت دابا تصدق نصر الله ولا بوريطه واش بوريطه انا اصدق حسن نصر الله ولا اصدق بوريطه جمهوريه ايران الاسلاميه تتقدم خلص التعاطف لمن تعرضت حيواتهم للتدمير بسبب القوى الامبرياليه والاستعماريه والاستعمار والاحتلال الجديد وممارساته مثل نهب الموارد الطبيعية. ونعتقد أن حقوقهم يجب أن تحمى لصون ثقافاتهم ومواردهم للأجيال المستقبلة. في نفس السياق نشدد على مسؤولية الأمم المتحدة تجاه شعب الصحراء الغربية وحقهم غير قابل التصرف. سمعتي يا السي ويحمان؟ سمعتي يا السي ويحمان اللي كتقول بأنهم قالوا لك وصدقتهم أنهم لا يعرفون البوليزاريو؟ لا يعرفون البوليزاريو ولكن يعرفون شيء اسمه الشعب الصحراوي. ها هادشي تقال كله ما تقالكش السي ويحمان. هل تحدثوا عن الشعب الصحراوي في طهران وفي ايران وفي لبنان ام لا؟ خباوها عليك وانت من نيتك انت كتاق انت صيفطنا زعما دابا حنا المغرب مشى البطل عارف اسرائيل كامله وشنو عندها الداخل. في كل مره ياتينا باخبار ومعلومات لا يعرفها الا هو. كنقولوا يمكن السيد عنده شي مصادر استخباراتيه خطيره في ايران ولا في حزب الله كيجيبوها له من شي غرفه سوداء نتاع الصهاينه في العالم اللي قالك باغيين يجي ينقلوا للاخور اسرائيل المغرب. راه قالها هذا قالها هادشي انت كاع عارفه وما عارفش بان ايران تتحدث على الشعب الصحراوي. هادشي راه بزاف الشريف. هادشي انت المخططات ديال 2200 كي غتكون في العالم كاع الخريطه ديال الكره الارضيه كي غتكون عارفها انت. المخططات والبروتوكولات وكذا والغرف السوداء وكذا والامبرياليه والصهيونيه لا 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 عارفه. وهذه القضيه هذه ديال ان ايران تتحدث عن شي حاجه شي 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 مصطلح ولا مفهوم سميتو الشعب الصحراوي ما فراسكش وهي فراسك دابا اسيدي. حتى حنا نتبعوا الكذاب ماشي حتى لباب الدار وصافي ونتبعوك حتى الكوزينه طلعوا معاك في الدروج وتفتح باب بيت الصاله ولا اش كتسمى وندخلوا معاك للصاله ونمشيو معاك للكوزينه حتى نحركوا معاك المرميطه. معليش ها هي فراسك دابا. ها هي ايران تتحدث على شي حاجه سميتها الشعب الصحراوي. واخا سيدي دابا اللي خاطر ماشي في هذه القضيه فقط. اشوفوا قبل وشنو قالت. شوفوا سمعتوا قبل وشنو قالت. هذاك الشيء اللي قالته قبل راه رهين بهذا الموقف هذا لان ماشي فقره جديده يعني نقزات الفقره لان قالت ولا سيما وراه الا ولا سيما في اللغه العربيه احنا عارفين اش كتعني لان ما قالتش وفي نقطه اخرى وفي موضوع اخر لا قالت ولا سيما يعني تخصيص كانت كتكلم في واحد الظاهره عامه ومشات للخاص الذي يتصف بصفه العام الاول يعني اكدت ما قالته سابقا بخصوص نهب الثروات والاحتلال الجديد وكذا وكذا. دابا خرجوا لنا المواقف نتاعتكم. هذه الهضره هذه خصها تقلب السي بن كيران اللي كذا السي بن كيران العداله والتنميه أخصكم تخرجوا. أخصكم تخرجوا الموقف ديالكم يتسجل. ويحمانو هذاك الهناوي أخرجوا. هذاك المراصد ديال كذا كذا أخرجوا. خرجوا. مزيان يكون عندكم موقف من إسرائيل، الله يعاون. ولكن مزيان ايضا يكون عندكم موقف من ايران ومن حزب الله.
فين كاين المشكل؟ علاش ما زعما علاش ما فهمتش علاش؟ يعني شي حاجه اللي بعيده علينا كتاخذوا فيها موقف وتصنطحوا، وشي حاجه اللي كتهم بلادك وشعبك ومستقبلك اللي خايف عليه انت السي 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 ويحمل انت راك خايف على هاد البلاد. ياك انت قلتي كاين شي مخطط صهيوني لتقسيم المغرب، ياك قلتيها لا دخلتوا في هاد الشيء ديال العودة اسرائيل الجديده في المغرب وهاد الامازيغيات والعنصريه ياك والبربريه الحركه البربريه، هاد الشيء قلتوه مخطط لتقسيم المغرب. ايوا هادي راك تقسم دابا، هاي كتقولها السي ماشي خرافات ديالك انت كتجيبهم من 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 مخططات، هادي راك تقولها كتقولها ياك انت في دخلت كتاب الخراب على الباب، عبرت في انك تخشى على المغربي من التقسيم. ها هو موقف واضح، الشعب الصحراوي موقف واضح السي السي اش اسمك الله، موقف واضح جدا. ونعاود نسمعك وشنو كتقبل، لان اللي قبل اخطر اخطر اخطر. باقي نقولوا داك الشعب الصحراوي نقولوا خطاو في الترجمه، نقولوا هي قالتها المجتمع الصحراوي ولا قالت ساكنه الصحراء. لا بوبولاسيون ماشي هو لو بوبل، حنا عارفينها بالفرنساويه. شوف لك دابا انت الذكاء الصناعي في خدمه الكيادر في خدمه الحمار ابغى اغيور ومسجلوه ديرو في التيك توك عاجبو الحال. ولا ولا كيف فكروني في هذاك واحد لابليكاسيون اللي بان في التليفون ديال هذاك المش، هذاك المش اللي كتليشارجي وكتقول له انا حمار وكيقول لك انا حمار انا بغل انا بغل، عقلتو على ذاك لابليكاسيون باش يضحك على هذاك اللي كيقول انا بغل، هو كيقول انا بغل قبل ما يقول هذاك الاخر. شوف شوف الغباء. ما علينا نرجعوا للموضوع هذا دابا درت غير سير. لصون ثقافاتهم ومواردهم وباتهم ومن تعرض لحيواتهم للتدمير بسبب القوى الامبرياليه والاستعماريه والاستعمار والاحتلال الجديد. واسمع مراساته مثل نهب الموارد الطبيعية، ونعتقد أن حقوقهم يجب أن تحمى لصون ثقافاتهم ومواردهم للأجيال المستقبلية. في هذا السياق نشدد على مسؤولية الأمم المتحدة في هذا السياق، يعني راها في السياق الشريف ماشي في نقطة أخرى ولا في 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 موضوع آخر، في هذا السياق. والمهداوي والسي بن كيرة أطلق اللعب، أنا كتعجبوني في شي مواقف زوينة مزيان ما عمر قلنا لا، ولكن هذا خطير جدا. يا راسي مهداوي يا أخي مهداوي قلتي لنا ذاك المرة عطيونا شي سوار غادي نخلعوا بهم إسبانيا، ها هو الصاروخ شتي على صاروخ هذا دابا شتي على صاروخ. قالك يعطيونا قالك مزيان نديرو علاقات حنا مع مع ايران، واش يعطيونا شي سوار نخلعو بهم اسبانيا وفرنسا. سي مهداوي فراسك بان اليوم تمت المصادقه على على اول طائره مسيره مغربيه سميتها اطلس، فراسك سي مهداوي وراه اليوم ابن عمي هذا خبر جديد نتاع اليوم، طائرة بدون طيار، طائرة مسيرة سميتها أطلس مغربية اليوم تصادق عليها التجربة ديالها وداك الشيء وكذا، يعني ما بقاش بزاف
أستاذة فريدة تحياتي، مرحبا بنت عمي، مرحبا. سير إلى اتجاه شعب الصحراء الغربية وحق غير قابل للتصرف، كما أكدت على ذلك القرارات ذات الصلة، ويدعو وفد بلادي لالتزام جدي واحترام كامل للمفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة وبحسن النية وبدون شروط مسبقة. واخا، إذن إحنا هذا الفيديو هذا وقفنا عنده باش نأكدوا على هذا السيد هذا ويحمان الذي قال كسيدي يصدق حسن نصر الله ولا يصدق بوريطة، الذي يصدق إيران ولا يصدق بوريطة. ها هي إيران قالت الموقف نتاعها، ما غاديش نكثر بزاف في الهضره، غادي نستنى واحد يومين ثلاث ايام، ما ربما ترجلوا مع الشعب المغربي الذي تحدثت باسمه سابقا، ما ربما تجي فيكم في ديال النفس، لانه لا يعقل، وهذه اخر جمله وغادي نحبس الموضوع، لا يعقل انك في اطاريحك السيوي ويحمل تتحدث على مخطط لتقسيم المغرب، وانت تسمع الان ان ايران راها مقسمات هي المغرب، هي راها مقسمه المغرب، عندها في الذهن ديالها بحال الجزائر مقسمه المغرب، كتسميه الشعب الصحراوي، يعني دارت هي في ذاك الخريطه ديالنا المغرب ذهنيا، ماشي دارت ذاك المقطع، لان ذاك المقطع اش كتعني؟ مقطعه كتعني بانه باقي فيها نزاع. دابا هذوك الدول اللي كدير داك مقطعه، كدير مقطعه يعني باقي فيها نزاع، كدير لون واحد ولكن داك الشراطي مقطعين. لا بن عمي، هذه راه قطعات دارت الشرطه نيشان، صافي هذه راه صافي، قالت لك الشعب الصحراوي ملي كتسمي شعب صافي، اش بقى مازال؟ انت سميتي شعب صافي. اتقعدوا اتقعدوا اتقعدوا، يلا موقف موقف مشرف، والا سيبدو جيدا انكم كتخدموا لهم ابن عمي، كتخدموا عندهم الخدامه نتاعهم ولا مسيوقين، احنا ما غيرش نوصلوا لهذا المستوى هذا، يا اما خدامين عندهم يا اما مسيوقين، صافي من الاخر. الى واحد الفيديو اخر تنشوف، واحد الحوار فعلا في التاريخ شيء اسمه الامبراطوريه المغربيه مع مصطفى بوسبير، الاخوان التكباس ما تحبسوش التكباس، جيبوا في 500000 تكبيسه، حوار مع مصطفى بوسبير سولوا على الإمبراطورية المغربية، سمع شنو غيقول لهم. لا لا، كانت كيو على الخور كيخرج لنا الزمن. فعلا في التاريخ شيء اسمه الإمبراطورية المغربية. فين بحوثك أنت يعني؟ بون الإمبراطورية المغربية هذه ما نعرف الإمبراطورية المراكشية. ما عرفش الإمبراطورية المغربية. الإمبراطورية المراكشية هذه تذكر في بهذا الاسم في الكتب الأوروبية على أساس أنه الإمبراطورية هي الدولة التي تتشكل من مجموعة دول. هذا السؤال هذا هو اللي خصك تجاوب عليه دابا مزيان وتقعد للأرض، لأن شي اعترافات هنا خطيرة جدا. ما سميتهاش المراكشية، سميتها ياك لومبيغ ماروكان، موروكان أومبير ولا كيما باللونجلي، ماشي مراكش، موروكان في الأصل كذا جاي من مراكش، المهم موروكان ياك مزيان. أول سؤال غنطرحو عليك أنا دومير، واش كاينة في التاريخ ديالكم شي حاجة سميتها أومبير ألجيريان؟ إيطا ألجيريان، سميها اللي بغيتي، دولة، واش كاينة دولة الجزائر؟ إمبراطورية الجزائر، إذا كيفاش أنتم جايين لكم إمبراطور أباطرة وأنتم والو؟ وجاوب المبردعين، جاوب المبردعين، جاوب ذوي الأصابع الزرقاء، جاوبهم.
اخي هذه راه خطيره كتقول واه كاينه في المراجع الدوليه الاوروبيه الامبراطوريه المراكشيه. قال لك لماذا زاد لها الشان؟ عاد زاد لها الشان. قال لك لان الامبراطوريه تعني مجموعه من الدول. سابقا ما كانش كتسمى الدول، كانت كتسمى البلدان. بلاتي نتفاهموا انا وياك، يعني بلاد شرقيت، بلاد بلاد السنغال، بلاد النيجير، بلاد الاندلس، بلاد سميتو قول انت بلاد بلد. يعني مجموعه هاد البلدان عندهم امبراطور. عاود عاود ترجع اسمه الامبراطوريه المغربيه. شنو قصدك انت يعني؟ الامبراطوريه المغربيه هذه ما نعرف. شتي ملي طرح عليه السؤال دابا بونيف حمار تسحب له غينفي. دابا بونيف حمار كيتسحب له غادي ينفي. اما لو كان عارفه غادي يتهز هكا والله ما يطرح السؤال. عرفتي ملي طرح له السؤال اش دار؟ دار هكا. خصكم تشوفوا الفيديو. السؤال دار بون السيد ناض من بلاصتو، ناض من بلاصتو. زيد زيد اشري وزيد. الامبراطوريه المراكشيه، ما عرفتش الامبراطوريه المغربيه. الامبراطوريه المراكشيه هذه تذكر في بهذا الاسم في الكتب الاوروبيه على اساس انه الامبراطوريه هي الدوله التي تتشكل من مجموعه دول. لانه صحيح كتابات التاريخ عند الاوروبيين سواء الفرنسيس ولا الانجليز ولا الاسبانيول اللي يذكروا في تاريخ المغرب يسموها امبراطوريه مراكش. نعم. كلمه امبراطوريه جايه من مش من القوه المفرطه ولا من الحجم لا ما جاتش من القوه المفرطه. وسبحان الله جميع امبراطوريات العالم كلها مقرونه بالقوه والسيادة في البلدان إلا تاع مراكش. الله العظيم لا ما جاتش من القوة لا 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 ما كانوش قويين المغاربة. لا ما كانوش قويين. الجزائر كانت قوية كان فيها بابا حسن دار لهم واش دار لهم شي دار لهم واحد الفيديو ما 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 بارطاجيتوش عندي على بابا حسن. قال لهم بابا حسن طوع الالمان طوع الفرنسيس الحاكم نتاع الجزائر شكون هو؟ قول لهم شكون هو بابا حسن. ودومير اذا كنت راجل قول لهم من يكون بابا حسن، قول لهم منين هو، قول لهم واش جزائري. اذا كان جزائري حنا نحبسوا التيك توك كاع في الزمر. اذا حكمكم شي واحد ماشي داي ماشي باي حنا نحبسوا هذا الزمر معاكم. اذا شمن جزائر؟ عن اي جزائر؟ عن اي قوه تتحدث في الجزائر وهو بايكم ودايكم تركي عثماني؟ بابا حسن عثماني تركي وغيرهم الكثير، زفان عبيد فارس وإيكامبي هكا غيرهم الكثير. شنو هادي عجبتني هادي اللي قال زوين هادي المراقبة اخي وانا نسمع لك اخي واش دير شي ضحكة واعرة. اسمع اسمع اخي المراقب اسمع. تاريخ المغرب يسموها امبراطورية مراكش. نعم. كلمة امبراطورية جاية من مش من القوة المفرطة ولا من الحجم الكبير وإنما جاية من كونها دولة تتشكل من عدة دول لأنه نعرف كي دابا قول لي دابا أنت باللوجيكا دويمير كي داير واحد السيد قدر يجمع بزاف نتاع البلدان ما كنسميهاش دول هذيك الساعة ما كانش دول كي دار لها إلا ما كانش قوي وإلا ما كانش واعر كي غيدير لها هو يجمع بزاف نتاع البلدان شنقيط سميتها نواكشوط الشرق الهيه الغرب سوس الريف كي دار لها كي دار لها
دابا هذا بغي يقول لهم زعما كانوا دوال مفرقين، فهمت؟ حتى واحد ما حاكمهم، كانوا دوال مفرقين. ها بانت لهم هاد الاوروبيين صاحبي الله العظيم، لا ما لا بس الاوروبيين هادو ها بغينا نعرفوا الامبراطوريه. ها لا هكا الامبراطوريه اليابانيه تستاهل، كبيره قويه كذا. الامبراطوريه العثمانيه الرومانيه البريطانيه الا المراكشيه. المراكشيه غير شي هكذا تيجي. ايوا شوف المجتهد، شوف المجتهد شتي ملي كتملك راه قال لكم بومدين ما تناقشوهمش في التاريخ، قال لكم بومدين ما تناقشوهمش في التاريخ، راه غير خليوها لكم يشوفوها لكم من وهران. تاريخ دابا انا دابا انا ما تاريخ ما مؤرخ ما والو، انا غير عقل. انا دابا غنخدم معاك على منطقه من حيدك لقم ليه. ايوا عاود مشاع شاف الفيديو تفو التيك توك الزمر فعلا في التاريخ شيء الريف تبجي شنو نعرفو كانت الريف وكانت فيه كيفين كانت الريف شنو كان سميتها الريف شكون كانت مملكه ديال الريف بوحدها وكانت مملكه فاس بوحدها وكانت مملكه مراكش بوحدها كيفاش ما فهمتش انا هاد منين جبتي هادي دابا منين جاتك هادي دابا باش تبرر البونيف والمبرداء علاش سميتها الامبراطوريه سميتها الامبراطوريه لان كانت امبراطوريه واذا عندكم ما يثبت انكم كنتم يوما امبراطوريه جبدها اجبدها ما تقصروش كونوا شوف كونوا دول مجموعه دول كونوا اللي بغيتوا تكونوا ها جبدوا شي مرجع اوروبي كيقول لكم انتم امبراطوريه في الجزائر او كنتم كذلك في يوم ما شتي الفرق بين الدوله والزريبه هزيد معنا سير كانت مراكش وكانت سوس ماسه درعا فهذه اقاليم تقدر تقول ذات سوس ماسه درعا هذا يلا سقرا شي داك التقسيم الجهوي ديال 1911 سميتها سوس ماسه درعا هي سوس بوحدها ومسه بوحدها ودرعا بوحدها واحد المره كانت عندنا واحد الجهه سميتها سوس ماسه درعا ما بقاتش دابا ولات دابا ولات درعا تافيلات بوحد درعا مع تافيلات مشى فهمتي كيفاش بوصبع قال لك قبائل بوصبع تبع من البردع اش غدير دابا البردع تابع بوصبع زيد استقلال ذاتي كل وحده فيها حكم ذاتي ويحكمها سلطان مراكش ومرات كي داير هاد ذاتي كي دايره كي داير هاد ذاتي واش عنده شي حاكم لا هذاك اللي تما يدبر الامور تما ودوك القبائل عندهم التنظيم ديالهم السوسيولوجي والتنظيم الانثروبولوجي الخاص ما يسمى بأمغار والشيخ والقبيلة وكذا تنظيم القبائلي وكذا وكذا هل هذا يمنح لهاد الناس أنهم يقولوا إحنا عندنا دولة؟ لا واش قارين واش قارين الأنثروبولوجي والسوسيولوجي ما قاريهمش هاش كنقول لك راه حمار راه ما بقاتش تمشي تقرا لي في الوثيقة المؤرخ أو الباحث في التاريخ إلا ما كانش متمكن من العلوم الإنسانية واي بعدي بعد راه كيدير في راسو الضحك علاش المؤرخين الجزائريين ساكتين علاش؟ لأن هادوك الناس عارفين شنو هو المنهج التاريخي وشنو هي باقي المناهج والمقاربات شنو هي اللي سميتو التداخل ديال لي ديسيبلين اللي قريبه للتاريخ انت جاي من البزور نتاع الكيادر انت جاي من البزور نتاع الكيادر ونتاع الحمير ما غاديش تفهم في هذا الشيء يا دومير انت اش كدير انت كتمشي كتقطع جوج ديال الجمل في واحد الفقره من واحد الكتاب من واحد الصفحه ماشي هو هذا التاريخ دومير ديال الحمير ماشي هو هذا التاريخ راه داك الشيء علاش تقلبوا عليك ما كتفهم حتى انت بزاف هذا الشيء ملي وصلت لهذه القضيه ديال شنو قال فادي نعاود بحال مشات لي الفكره دوله تتشكل من عده دول لانه نعرف كانت دابا قول لي ما معنى الدول تتشكل من عده دول واش كاين شي دوله كتشكل من عده دول كانت دوله واحده فيها بزاف نتاع الدول حنا كنعرفوا دابا الميريكان كي سميتها ولايات عندهم لوتونومي عندهم بزاف ديال الحكايات ياك عندهم بزاف ولكن مع ذلك ما سميتهمش دول
اريزونا ما سميتهاش دوله، شيكاغو ما سميتهاش دوله، يوتا ما سميتهاش دوله، واشنطن دي سي ما سميتهاش دوله، سميتهم ولايات. الامارات العربيه المتحده عمان ما سميت... عندها حاكم، عندها حاكم. الامارات الشارقه ولا الشارجه ولا الشارقه، عجمان، ابو ظبي عندهم حاكم، حاكم حاكم سميته حاكم وما سميتهاش دوله. انت شيخ القبيله رديتيه دوله، رديتي الريف دوله، وسوس دوله، مسا دوله، ضرعة دوله، ها باش ترضي المبردع، ها باش تنغم المبردع. أودي حصلت حصلة ديال الكلاب، والله إلا حصلة ديال الكلاب. زيد المبردع. وكانت فاس، وكانت مراكش، وكانت سوس، مسا درعة، فهاد ما كانش الغرب، ما كانش قنيطرة، ما كانش الشاوية ورديغة. حكركا أمازيغية، ما كانش بني بالله. كانش بني بالله. فين كنتو نتوما عطلاس؟ فين كنتو ماشي دول؟ ما كنتوش نتوما دولة؟ الجهة ديال ميسور بولمان ما كانتش دولة هذيك؟ لا ياك جبالها كيفاش كانوا؟ ما كانتش دولة. بني عروس، بني عروس، بني أحمد، بني أحمد اش كيقولوا لهم الوذراسيين، جنان النيش، أمتار. يا ودي يا دويمير، يا ودي يا دويمير، أنتم عبد الساك وما أختي وهيبة مشى، لا ما كاينش، ما كنتوش دون انتوما، لا. لا حول ولا قوة الا بالله. زيد المكفس. هذه أقاليم تقدر تقول ذات استقلال ذاتي، كل واحدة فيها حكم ذاتي. ها هو سماها دابا أقاليم. إوا من ديبار قول أقاليم. ها؟ لأن الاسم اللي يفترض يكون بطريقة إدراك، ما أنا ما كانش أقاليم، ما كانش أقاليم بالمعنى الأقاليم ديال دابا. ولكن غير في هكا بعد تجاوز سميها أقاليم. ما هانت قلت يا خالي، يا انت دابا قلت يا خالي، ما انت قلت يا ما بقاش دول، دولة اقاليم. تاني توا واحد المادة ترابية، تاني توا فيها البشر، فيها كذا. منين؟ من الصحراء الشرقية هبط على الشمال نتاع نتاع مالي، واجي على موريتانيا، وهبط شويه حتى لسميتو، ورجع واجي طالع. كاين ما دو جزر حسب القوه نتاع السلطه، هذه معروفه في التاريخ، هذه في التاريخ ديال هذه الحركيه ديال باينه، ما كاينش شي دوله عندها خريطه بقات هكاك، يعني من نهار تزادت. كاين ما دو جزر، هذه السنه نتاع 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 الاقوام والامبراطوريات، ولكن التاريخ يسجل. الآن نحن ملكية، ولكن كنا إمبراطورية باعترافك أنت يا دومير. يجاوب المبردع يقول لهم فين هي الإمبراطورية الجزائرية؟ ها؟ كان حاكمكم هذاك، كنتم إقليم، كنتم إقليم، لم ترقوا يوما حتى جاتني نص الدين، عاد ترقيتم من طرف فرنسا. كنتم إقليما وصرتم مقاطعة، وبعد ذلك في 62. هذا هو التاريخ الحقيقي نتاع الجزائر أخويا جاكي شان. حنا الشاوية بن عمي، لا من حقكم. أشوفوا قلبوا على هذه القضية، هذه كيفاش فاس الريف ويحكمها سلطان مراكش، ومرات تنفلت منه بعض المقاطعات، ومرات يعاود يرجعها بالقوة باستعانة بجيش البخاري. دابا باش دابا القوة، فهمتي القضية ديال هو هو من اللي يقدر يمشي يجيب الجيش البخاري، علاش ما جبتوش نتوما؟ فين نتوما الإمبراطور ديالكم؟ من اللي هو سلطان وإمبراطور وراه في المعارك وراه في الروينة وفي الجيوبوليتيك والمخاطر تحدق من كل، راه خصي جاب عباد الله اللي غادي يعاونه، جيبوا نتوما شي حد،
انتم جبتوا بابا عروج وحشوها لكم ها؟ حشوها لكم بقيتوا في البيت دايل دايل بايل 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 دايل غسال الموتى البيت دايل دايل بايل 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 دايل دايل بايل بايل دايل دايل بايل 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 حتى 1803 سير الأوروبيين على رؤيتهم لهذه الدولة المراكشية على أساس أنها مجموعة من الدويلات متحدة لتأسيس دولة صافي يا أخوتي صافي صافي أسدات مادام صافي طلعت الكتبة قال لك مراكش كانت دويلات اتحدت ودارت الدولة يعني هنا خطر على هذا الحساب هذا احنا دايرين الولايات المتحده المغربيه درناها قبل ما تزاد قال اللي قال لك حسن الفد احنا درنا حي عادل قبل ما يتزاد عادل اش هذا اللوجيك هذا واش هذا من نيتو هذا قال لك باحث في التاريخ هذا اش غتناقش معاه اش هذا اش غتقول له دابا هذا اش غتقول له اش غتقول له اش غتقول له سير يطلقوا عليها باسم الإمبراطورية ومثل روما مثلا كانت إمبراطورية هي إنها كانت عدة مقاطعات متحدة بينما هو عطى روما احنا كنا بحال روما هو انتوما دابا انت ملي تقول هادو كانوا بحال هادو انتوما كنتوا بحالاش السلاطين تاع مراكش بحد ذاتهم طيلت فترة التاريخ ما كانش واحد ثانية وقال الامبراطور ولا قال امبراطوريتنا هم يقولوا ايه يقول السلطان تسهلتيها الامبراطور اصلا الامبراطور في العربية اصلا كلمة حديثة كنقولوا احنا السلطان احنا اتجه محمد خامس عاد ولينا مملكة واضع معكم أبني كلبون ما هو كل سلطان حسن السلطان زايد على زايد شنو وسميتو كانوا السلاطين عندكم ماشي سلطان يلا نتحدك كاين شي سلطان جزائري يا جاوب أدمير يلا جاوب عاشي سليطين كيم ما كان حتى سلطان الطلبة ما عندكمش ماسينيسا ألا ما كان غرش دابا على الفترة ديال الماسينيسا وبوخوس وبوكوس وتشيبوس وكوتوس لا كنت تكلموا دابا على غاف هاد 700 سنة للخاء أثنى الشريفة وداك الساعة كانت الخريطة الجيوبوليتيك مبدلة لان دابا توانسه كيقولوا لهم داكشي كاع ديالنا حنا كنتو ديك الساعه تابعين لتونس هذا خصو دابا التاريخ القديم خصهم يفريو مع تونس والتاريخ الجديد يفريو معنا حنا فهمتي ولا دابا من 1000 سنه لهنا معنا ومن 1000 سنه لهيه توانسه كيقولوا لهم راه دي كلشي ديالنا كلشي ديالنا عنابه قسنطينه والله العظيم بالله كيقولوا لهم ديالنا منين امتى حكم شي واحد جزائري كيقولوا له امتى هو سيروا فكوا مع تونس سير في مراسلات رسمية فالرؤية المحلية تاع الجزائريين ولا المراكة تاريخيا في الكتابات والمراسلات كش ما كان مؤرخ مروكي قال امبراطورية جامي ابدا الان في الاعلام ها سيدي احنا ما كيهمناش واش الكور عسيدي احنا ماشي مشكل احنا ما قلناش امبراطورية احنا مؤرخين ديالنا واش الفرنسيس والانجلز والامريكان والصبنيول سموا احنا امبراطورية ايه ولا لا ايه واش سموكم انتم امبراطورية ولا لا لا ايوا ها سد عليا صافي من الاخر صافي امبراطورية هما يقولوا فيها الشباب اليوم يقروا فيها من كتب التاريخ الاوروبية جابوا كلمة الإمبراطورية صح موجودة الإمبراطورية لكن رؤية الغرب لكم ما يشينتم ايوا رؤية الغرب لنا ما عجبتك رؤية الغرب لنا
يواجهوا منا رؤية الغرب لكم انتوما. يلا يلا زيد 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 قول لي رؤية الغرب لكم انتوما كي داير. هذه ما عجبتكش رؤية الغرب زيد اللي تقولوا إمبراطورية لماذا؟ لأنه السلاطين يعرفوا أنها ما هيش إمبراطورية، يعرفوا أنها إيالة. إيالة نعم. دابا شنو هي إيالة؟ ما فهمتش دابا. أنت قبيلة قلتي بأن كان فيها البلدان وكان فيها حكم ذاتي، دابا قلتي لا كانت إيالة. ما فهمتش. قبيلة قلتي بأن داك السلاطين كانوا كينقصوا ولا كيزيد لهم الأرض ديالهم على حساب القوة وكذا، وبأنهم استعلوا. دابا أنت رسالك على بر صاحبي، رسالك على بر، سميها اللي بغيتي. واش كان عندها حاكم جاي من أسرة وعنده نظام ديال الحكم وديالو والقوة والضعف على حساب الحدود في التخوم؟ في التخوم كتوقع ايه دي فا اي دي فيا دي زافونسي دي ركول كدا. هادي من هنا من ليه. انتو ما واش لو عندكم؟ انا دائما هادشي بغيت تقولو قارنوا ليا مع الجزائر. تسير والمؤرخين تاع المروك لا من فيهم تجرأ وقال إمبراطورية، لكن الأوروبيين يشوفوا فيها إمبراطورية لأنها قطع دويلات متحدة تحت سلطان واحد، وهذا لم يقال إمبراطورية على الجزائر لأنها كيلونة واحدة. تليفون مشى، تليفون مشى ينعطل ديال التواصل ديال الجسد الحسك. عاود 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 فين بغيتو يوصل؟ شتي التبرديع كي داير؟ شتي التبرديع كي داير؟ ها شتي زيد فعلا في التاريخ. ايوا الزمر فعلا في التاريخ شيء اسمه الامبراطوريه المغربيه. دابا هنا غادي نوقف نعاود نكد. هادي دابا مصطفى بوسبير الكيدار كيستنى يقولوا لا. دابا هذا السؤال هذا كان غيسالي داك الساعه يقولوا لا ما كايناش. لا 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 ما كاينش، ما كاينش امبراطوريه لا. هو مشالو في كذاك وهو كيتورط كيتورط. زيد 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 بون الامبراطوريه المغربيه هذه ما كون فيها امبراطوريه لانها قطع دويلات متحده تحت سلطان واحد، وهذا لم يقال امبراطوريه على الجزائر لانها كيلونه واحده. لم يقال. دابا المغرب سمي امبراطوريه لان كانت فيه عدد نتاع الدول اتحدت وسنت سلطانا عليها، والجزائر كانت كينونة واحدة. دابا على من كنضحك؟ على من؟ دابا انت حشمتي تقول لهم بان داك الساعة كان عندنا الباي وكانت الجزائر غير فوق اللي حاكمين الاتراك على الساحل، والباقي ديال المناطق كان عندها كانت هكوا كانت هايمة كانت هايمة ما كيحكمها حتى واحد، ما كاين لا ضرائب لا والو لا كذا لا كذا لا كذا لا كذا. عندها حكم ذاتي ديالها القبائل، القبائل مناطق أخرى هي مناطق شوية كذا الشاوية زيد لتحت داتا من راس تسير هبوط كاع داك اللي توارقوا الشاوية حاكمين راسهم عندهم الحكم ذاتي. هادوك هما اللي كان عندهم حكم ذاتي هادوك. أما هنا كانوا كيخلصوا الضرائب، إذا شمن حكم ذاتي؟ دينا شنو هي الطبيعة ديال التعاقد مع السلطان في التاريخ ديال القبائل وكذا وكذا وكذا. من بين يعني الأمور الضرورية اللي عندها علاقة مع الجبايات، نظام الجبايات هي اللي كتبين بالملموس واش داك البلاصة تحت إمرته ولا لا، واش كيحكم فيها ولا ما كيحكمش فيها. كاين البيعة وكاين الجبايات، لا كاين حوايج أخرين، كاين حوايج أخرين ولكن اللي أساسية وكت يعني كتسمى بالعين المجرد غادي تجيب لي ما يثبت بانه كانوا كيخلصوا الجبايات في فتره معينه، غنعرف بان السلطه الفلانيه كيحكم المنطقه الفلانيه. فهمنا؟ حنا الدوار ديالنا، الدوار ديال تاعنا حنا كان يفترض اننا نهاجر حسب ما يقوله واحد السيد زعما عنده وثائق وكذا وكذا، واحد يعني غنسميو بحاثة في التاريخ تما في المنطقة. قال لي يا سعيد انتوما تبركلت، قال لي انتوما كنتو سنهار، قال لي ايوا وما بغيتوش تخلصوا الضرائب في القرن 16
القرن 16 ولا القرن 17 بغيناش نخلصوا الضرائب قال لك قال لك وشكموا بينا شي وحدين من واحد من داك القبيله ديال تركيست شكموا بينا قال لك تمردنا حنايا تمردنا على الشكام علاش يشكموا بينا ورجعنا لبني حذيفه فقطعنا مع القبيله الفلانيه ورجعنا للقبيله الفلانيه اش كنقول لك القرن 16 17 16 ولا 17 ما بقيتش عاقل المهم ماشي هو قال لي التاريخ بالضبط قال لي في ذاك الفتره اللي ما خلصتوش فيها الضرائب جدودنا شو جد ما السابع ولا الثامن ولا سمعتي دومير هذا الشيء كنقول لك انا يعني طلعنا عليه يعني المنطقه كان عندها النظام ديال استخلاص الجبايات وكان اللي كيستخلص الجبايات في المنطقه ديال السناده اللي كيستخلص الجبايات في المنطقه ديال الريف الاوسط كان في سناده النواحي تاع سناده وبيان سور كل منطقه كان فيها سميتو المراكز ديال استخلاص الجبايات هذيك اللي كتدل على الحكم ديال واحد السلطان معين في واحد البلاد معين في فترات معينه فين كنا ياك نرجع ابن عمي خلص الضريبه دروك قول لي داك 5 سنين اللي بغينا نهربوا بها نخلصها دابا نخلصها على جد 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 جدي خصني عاد نمشي نشوف شو تايق شحال جاتنا في الضريبه ما خلصناهاش سير على تونس والا كلمه امبراطوريه كيحاولوا اليوم كيحاولوا يمشوها في انها مناظره الامبراطوريه الرومانيه ولا الامبراطوريه اليابانيه ولا لا ما تقالش على تونس لان حتى هي كانت تحت الامبراطوريه العثمانيه وما تقالش على ليبيا لان حتى هي كانت محكومه من طرف العثمانيين وما تقالش على لبنان لان محكومه من طرف العثمانيين وما تقالش على العثمانيين وحنا امبراطوريه لان ما كناش تابعين للعثمانيين واش خشمتي تقول هادي واش خفتي تقول هادي هذا هو التبرديع اللي كدير للشعب الجزائري واكون صاحبي شو جعان صاحبي قولهم المغاربه كان عندهم سلاطين وحنا كنا عبايات ودايات قبل ما تقول احنا ما سنوش تقول انت هذا راه التاريخ مكتوب ومعروف ولا احد يستطيع ان ينفيه ولكن انا غير كنبين بانك انت ما كاين لا تاريخ لا استزعت انت كدير تبرديع للمبردعي سير امبراطورية القوة التاريخية ماهوش هذا هو المقصود وإنما المقصود شتوا الأوروبيين أصاحبي شتوا الأوروبيين ماشي حشومة عليكم الأوروبيين حتى يجي دومير دابا يوري لكم شكون يستحق يكون إمبراطورية شكون لا ويوري لكم المقصود من غير المقصود شتي الحقرة شحال صعيبة شتي الحقد والحسد شحال صعيبة شتي الأمراض النفسية شحال صعيبة صعيبة سهل مجموعة اتحاد فيدرالي كان يسمى في الكتب التاريخ بالإمبراطورية ونزيدك حاجة فيما يخص الخريطة اللي دعا لها الفاسي يعني كيفاش اتحاد فيدرالي فوجدت فعلا في التاريخ كيفاش اتحاد فيدرالي الاتحاد الفيدرالي كيكون بحال دابا الولايات المتحده الامريكيه عندهم ولايات وكيدار وهادو داروا اتحاد ودير واحد القانون اللي كيخص كل ولايه شنو عندها وكذا وكذا فين تحكم هي فين ما تحكمش هي فين يحكم الرجال الحكم المركز تفهمنا هادو كاملين مساهمين في ذاك الحكم كيسالوا في ذاك الحكم هذاك الوقت العثمانيين ولا المغاربه لا ما لا ماشي هكا ابن عمي كان واحد السلطان عنده الجيش ديالو عنده النظام ديال الحكم ديالو عنده الناس اللي كتدبر له الضرائب او كيسوحوا في البلدان هو والقوه نتاعو عنده السفراء عنده الدبلوماسيه عنده الباطويات عنده المدافع وكيسوح هو والقوه نتاعو في الموصل هو وجهدو هو غادي كيحكم كيضمن الجبايات كيضمن البيعه كيضمن المنطق ديال سميتو ديال التراسل وكذا 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 وكيرجع في حالته نهار ما كيوقع شي تمرد كيطلق الجيش ديالو عاود كيمشي كما داروا عليكم انتوما كما داروا عليكم انتوما المغرب كان كيديرها دارها على 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 على, على, على مناطق اخرى في افريقيا ودارها في الاندلس ورجع مشى ودار انتوما هادشي ما درتوش انتوما دار عليكم
المهم طولنا في هذا الموضوع هذا. فوج دابا غنسمعوا اخوتي واحد شنو هذا دابا غادي البدايه نتاع العقل وغنضرب لكم كلشي في الزيرو من دني ذاتو ياتنا ما غير حق ملا شتي دابا من هنا الفوق واخا تلقى اللي لقيتيه شتي المرسيدس اختراع نتاع تسلا اختراع نتاع اديسون كل شيء كنسالو فيها على حقنا خصنا نرفعوا دعوه ديال الملكيه الفكريه والله كنت انا في بلاصه سميتو الوزير الثقافه والله حتى نديرها انا مشي نجيب مين انا مولع انا مولع جميع الاختراعات والاكتشافات كنسال فيها 1% 1% تعطيوها لنا لو كان ما كناش حنا لو كان ما كانش يغود هنا كون راه باباكم مازال دابا معلقين في الشجور كتلقطوا عايشون على اللقط وعلى وعلى سميتو على الصيد ديال 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 الحيوانات سالوا 1% جيبوا لنا جيبوا لنا رزقنا من كاين الفكريه واش كاين اش قلت حي مراقب والله العظيم بالله واخا دير غير شويه ديال البوز فهمتي واخا ما تجيب والو ما تعرف المهم راه في راسك السي وزير الثقافه فين غنمشيو يا لاتي في لاتي في لاتي واحد الفيديو هنايا ان الجزائر قدم 5 دابا غادي نشوفوا السي بونيف ندابز مع واحد الكويتي ندابز مع واحد الكويتي روينا راه رضا لهم دابا مع الكويت سمع واحد الشيخ كويتي اش كيقول اين هذا ايضا كذب الخبر حتى ان بعض الاعلاميين قال قدم 5 ملايين هذا ايضا كذب الخبر شو هذا حتى ان بعض الاعلاميين قال المشهور يسمى الجزائر بلد المليون شهيد قالها ليس بصحيح وليس بدقيق هذا داعية كويتي اسمه سالم الطويل سالم الطويل يوتي هذو مهم الشهداء ما تسموهم الشهداء وش نسموه كيما نسموش واحد مات وهو يحمل راية الله أكبر ويدافع على بلاده والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك من مات دون أرضه وعرضه فهو شيء وليت غيظك أكثر في الموضوع وتوجع في الموضوع تؤلم في الموضوع هو قال له يا ودي ما كانش منها 5 ملايين شهيد قال له مليون وما كانش منها يعني يقول أنا هذه اللي كنركز عليها أنا هذه أنا ذاك الشيء ديالي واش تحسب شهيد ما تحسبش شهيد هذيك ماشي أنا ماشي التخصص ديالي أنا لست داعية لست واعي لست ما تخصش أنا في الدين وكذا وكذا ياك أنا ذاك الرقم كنتحداكم ها هما الناس كيضحكوا عليكم دابا في الكويت كنتحداكم زعيمة تحية تقدير واحترام مرحبا بك الزعيمة جيتي مع الطلاب نتاع عمي عسى المانع خير إن شاء الله مرحبا بك بيبا تحياتي الزعيمة تحياتي ورقة الدخول غتشوفي مع المراقب سيمو تحياتي غير سيمو ما سلمتش عليك مرحبا غير سيمو مرحبا 5 المليون 5 المليون منين جات فين ما يثبت 5 المليون كي درتو حسبتوها لان ملي كتقول واحد الرقم راه هذا الشيء اللي يفترض انكم تسولوه نتوما راسكم بلا ما نسولوكم حنا ملي كتعطيني واحد الرقم خصك تكون قادر انك تثبتو ما كاينش شي حاجه سميتها بعينه هكا واحد حنا كنتحداكم كاملين مغاربه التوانسه كاع العالم يتحداكم جيبوا لنا اللائحه اسيدي هذوك القدامين اللي قال تبون من بدايه الاستعمار من 38 لا لا غير داك من 54 من 54 62 شحال 8 سنين ماتوا فيها مليون ونص يفترض ان عندكم اللائحه جيب اللائحه او قولوا لنا الاحصاء راه كاين في البلاصه الفلانيه ويتنشر في 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 في, في موقع معين ما كاينش هذا الرقم هذا قالوه على الناصر بحال داك الشيء ديال مليون مبروك شتي المصريين عندهم 60,000 ما عرفناش كيجيبوها عندهم 60 ما عرفناش كيجيبوها عندهم مليون ما عرفناش كيجيبوها كتقال بزاف عندهم
يا ابني 60 كلب هذيك علاش 60 الله اعلم وعندهم مليون مليون مبروك يا حبيبتي مليون هاكو كيتقال مليون مبروك مليون 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 فقال مليون شهيد في اطار مليون مليون مبروك انتم ما تيقتوا زدوا النص من عندكم نجوا الله اعلم انا هنا ماشي زعما استسهلوا ولا استصغروا راه خيموتوا غير 10 شتي موتوا غير 10 راه جريمه وهذوك راه شهداء عند ربهم يحتسبوا يحتسبون على شهداء وفرنسا مجرمه حرب ومجرمه استعمار هذه ما فيهاش نقاش ولكن علاش كتلعبوا في 60 داهيه هذيك اخا يمكن اساس الزيتون عقبال 100 سنه الا 100 سنه مفهومه فهمتي هذا هو السؤال اللي تطرح المهم ما نطولش في هذا الموضوع هذا نمشي واحد الفيديو اخر راه فين ايه ما راهش هنا نشوف ايه غنشوف غنلقاه في الاخر غنلقاه في الكونت الاخر ها هو يا ترى يا اسمع في كل بلدان العالم عنده هذا واحد جزائري ها هو حتى هو كيفهم في التاريخ وكيتكلم في التاريخ كل مره كيجيب لهم شي حاجه نتاع التاريخ هذا دومير دوزيام ديفيزيون هذا دومير نتاع دوزيام ديفيزيون اسمع دكاتره في التاريخ او يسمون انفسهم دكاتره في التاريخ ينسبون كل مال العالم لانفسهم علاش باش يبنيوا روايه وطنيه باش يحميوا بها بلادهم يعني يرقعوا تاريخ باش يبنيوا به بلادهم باش تكون عندهم شبه هويه باش تكون عندهم شيء يتكئون عليه علاش لحمايه البلد والقوم القوميه تاعهم وكذا وكذا حنا عندنا في الجزائر سبحان الله رب العظيم الحمد لله للجزائر اقوى بلد مغاربي دابا باش نحطكم في السياق هو هذا تكلم على قال لك الدول قال لك باقي الدول عندهم اساتذه تاع التاريخ عندهم مؤرخين قال لك كيقلبوا في التاريخ وكيبينوا بان داك الدوله عندها تاريخ وكيرقعوا من هنا ومن هنا باش يعطيوا التاريخ للدوله نتاعهم قال لك الا الجزائر هنا فاش بغى يضرب بغى يضرب في المؤرخين الجزائريين سمعت يعني كيقول لهم كذبوا ورقعوا والا انتم ما عندكمش النفس ما عندكمش النفس الجزائر اكذب ورقع دابا دومير اش كيدير دومير كيرقع وكيكذب لان الاساتذه الحقيقيين ديال التاريخ ما بغاوش يلعبوا هذه اللعبه مع النظام الجزائري لان انسان كيحترم راسو او كفاءه علميه ما يديرش دوك الفضايح داكشي علاش كلشي ساكت وراجع للنور وداكشي علاش بانوا دابا دومير ودومير برو ماكس سير الى جانب مصر يعني في شمال افريقيا وفي افريقيا كلها اسمع اسمع سبحان الله رب العظيم الحمد لله للجزائر اقوى بلد مغاربي الى جانب مصر يعني في شمال هاتهم ديقين راسهم اقوى بلد مغاربي الى جين جانب مصر زين ولا بس اللي خلاو مصر معاهم زين افريقيا وفي افريقيا كلها الحمد لله لانه لو كنا بلد ضعيف كما الجيران تاعنا اقسم بالله بالدكاتره تاعنا غير ينتهي امرنا قال لك ضعيف كما الجيران تاعنا هذا ما توش ضعيف ها والمغرب ضعيف فهمتي وما اقوى زين قال لك مع الدكاتره تاعنا لو كنا بلد ضعيف كما الجيران تاعنا اقسم بالله بالدكاتره تاعنا غير ينتهي امرنا ينسبون كل شيء لبلدان المشرق ولا لاي شيء هاك لي دي زابولول هاك هذه ماشي تاعي انا قلت لك تاعي حتى ها صاحبي كيقول الحقيقه صاحبي هادوك البلغيتم اللي كيقول لك ها ودي وشنو وشنو بوك روح هذاك الاول ديالكم سميتو بالقاسم ولا القاسم ولا هذاك الاول سميتو يا رب مشات سميتو عنده واحد الاسم ديال الجزائر عندو واحد الاسم هذا كيقولوا الحقائق اللي كاينه صاحبي علاش خدهم يكذبوا واش بغيتو ديروا انتوا هويه مكذوبه قاسم سميتو سعد الله ياك سعد الدين بن القاسم يمكن المهم شي اسم بحال هكا
أركون خلاص محمد أركون خلاص بالقسم 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 وأرقون الناس اللي كنحترم راسها صاحبي اسمع تاريخ لا 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 تاعك تاعك اللغة تاعك الحرب ديالك انت اللي درت انت اللي اختارك ماشي انا قلت لك ما قلت لكش لا 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 هكذا دايرين اقسم بالله العلي العظيم وما ولو كان ما راناش دولة قوية في المنطقة ما نقول قوية في العالم ولا ما نزيد عليها قوية في المنطقة عسكرية اقتصادية لا بس عندنا نقائص الغالب ان شاء الله دابا داك عسكرية ما فهمتش انا دابا جاب عسكرية دابا لو كان كنتو كيفاش عسكريا ما فهمتش اش درتو بعسكريا تحياتي احلام شكرا على التكباس ها كيفاش دابا عسكريا وشنو درتو انا بغيت نعرف هاد عسكريا وشنو درتو بداك عسكريا جيبوا لي شي حرب شاركتو فيها باش المناورات شف 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 ها اسمه ابو القاسم سعد الله صافي ابو القاسم سعد الله شكرا يا اخوان درتو مع المغرب خسرتو سير الله ربي يفتح خير بصح نبقاو احسن من دول الجوار تخيل عندنا دكاتره بقوه يعني او بضعف بضعف دول الجوار اقتصاديا وعسكريا وامنيا ضعف في كلش تخيل عندهم دكاتره كما تاعنا حاشا البعض بيان سير ماشي كاع حاشا البعض الله يجعل الخير الله دابا كيفاش غتقنعني انت كيفاش غتقنعني انت 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 غتقنعني وغتقنع معاك المبردعين بان كاين هاد الدكاتره عندكم كيكذبوا وما كيقولوش الحقيقه وماشي قويين يعني ضعاف ياك بغيتي تقول بان الدكاتره عندكم ضعاف هاد الدكاتره الخريجين تاعش نتاع المدرسه الجزائريه اذا كانت المدرسه الجزائريه مخرجه دكاتره ضعاف فين يقوم دابا تتهين المدرسه الجزائريه دابا انا ملي كندافع على دوك الدكاتره كنقول المدرسه الجزائريه كما كان الحال انجبت بواحد بحالك دابا انت احسن من 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 سعد الله بالقاسم ولا من أركون ولا من بولغيت ولا سميتو داك بلغيتي ولا بولغيت انت ودومير احسن من اساتذتي في التاريخ ايوا صافي الجزائري اذا غيمشي تمشي صافي اي صافي هذا راه دليل ضعف ماشي ديال القوه لا الكامبو سير اي جعل خير قسما بالله شوف الناس قلت لك يكذبوا يختاروا تاريخ كاذب يكذب 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 علاش باش يبني شيء وطني حنا لا لا حنا اللي جيب لنا شي واحد يكذب انا نجيب لك شكون كيكذب اسمع نسمع لك شكون كيكذب اسمع غنسمع لك شكون اللي كيكذب باش يبني شي حاجه لوطنه يا ترى حبيبي يا ترى اسمع كان المولود دابا غنسمع لك الحقيقة من داخل الجزائر بأفواه جزائرية باش تمشيو تشدوهم للحبس هادو سير أحد أقدم ممارسي مهنة التوابل بالجزائر العاصمة رغم مرور السنين لا يزال متعلقا بها الو راه التجاره هذه من بول جد على كل حال سي بيرون فيس انا راني نعلم دوك في وليدي انا بابا دخل الجزائر هنا 1918 انا دي ماروكا دخل كانوا زوج سمعتوا التوابل في الجزائر التوابل تاريخ التوابل في الجزائر مغربي يلا خرج دابا دومير وخرج دابا هاد بولحيه ديال 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 سميتو اللي كيتسب في المؤرخين الجزائريين وقول العكس كان المولود احد اقدم ممارسي مهنه التوابل شنو سميتو كان المولود احد اقدم ممارسي هذا غيكون منسوس
هاد خونا في الله غادي يكون منسوس، لان السميه ما عق... ما شي حاجه جاتني بحال عيد المولود ولا شي حاجه. عيد المولود عاود عاود. إقران المولود احد اقدم ممارسي مهنه التوابل بالجزائر العاصمه، رغم مرور السنين لا يزال متعلقا بها. الو راه حنا التجاره هذه من البول جد، على كل حال سي جيبيرون في سنة راني نعلم دوك في وليدي. انا بابا دخل الجزائر هنا 1918، انا لي ماروكا 1918 1918. دخول باين هذا تفهمنا سير. كانوا زوج في الجي كلهم بيخدموا لي زيبيس، لي زيبيس بروب لي ميلونج الحرون نفسها تاع ناس الجزائر، وبابا يعيطوا له المولاي المغربي. بديتها مع واحد مغربي علمني علم الزلابيه. دابا مشينا من لي زيبيس، دابا غادي نجيو لكم لحاجه اخرى سميتها الزلابيه. سمعتي يا اصل قازاد؟ دابا غادي نمشيو لكم دابا لي زيبيس، جبنا لكم الدليل من عندكم، ودابا الدليل نتاع الزلابيه. يا سلام. إقران المولود احد نفسها تاع ناس الجزائر، وبابا يعيطوا له المولاي المغربي. بديتها مع واحد مغربي علمني علم الزلابيه. ومن 1957 كان يخدمها هنا. تعلم زلابيه او 1957 سير. هذا في الوالد هذا كان يخدم، ملي كانت الركابه كاع الاولى كان يخدم الزلابيه. معسكر هذه الزلابيه. دابا غنمشيو للنحاس، دابا غنمشيو للصناعه التقليديه تاع النحاس. اسمعتي يا دومير، قال لك الامبراطوريه وكذا وحنا كنا اونتي ها علاش الامبراطوريه؟ مروكي هو اللي دخلها للجزائر، كنا نتعلمو عنده. مروكي دخلها للجزائر كنا نتعلمو عنده. داكشي نتاع الشلالات نتاع النحاس، داكشي نتاع الاباريق، فهمت سير؟ ها ها الخدمه اللي تعلموها عند المغربي المروكي، ها هي شفتوها؟ هذا اللي كيهضر جزائري تعلمها من عند مروكي سير. دابا غنمشيو للجلد. اسمع غنمشيو للجلد. حنا دكتور بدا هذا يبان له انا والله غنلبسو، والله غنلبسو يزيد فيك النص. انا نخدم حوايج كاين هكذا لي بابو شاك تشوف المارو. واش انا خدمتها كنت نقرا لا كونطابيليتي ونخدم حرفه مع المغاربه. مغاربه مع من؟ مع من تعلمتي الحرفه؟ عاود عاود. ريتي ونخدم حرفه مع المغاربه. مغاربه دي ويخدموا مدينه. هذا شغل كيما انا سرق الميدان. ما احنا ما سرقناش، احنا تعلمنا. خاطر السرقه قال له احنا ما سرقناش، قال له احنا تعلمنا. لا دابا سرقتوا دابا. انت ما سرقتيش. انت راجل. انت اعترفتي واه تعلمنا مع المغاربه كذا، تعلمتي حقك. ولكن هادو دابا كيسرقوا حيت كيخرجوا عينيهم، كيقول لك ديالنا سرقه زاد وبونيف ومنليط ودومير، هادو شفاره. اما انت ماشي شفار، انت حاشا ولله. قال واحد 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 التمثال، واحد المثل زوين، واحد قلت التمثال، واحد المثل زوين. اسمع تقعد معايا انا بات ليله مع الدجاج يصبح يقاقد. قال لك اللي بات ليله مع الدجاج يصبح يقاقي. هذا بان لي قبايلي هذا السيد، هذا لاكسون ديالو ديال القبايل اللي تكلم على الجلد والحرفه نتاع الجلد. ايوا اش بان لكم دابا؟ وعلاه علاه يا خو
زينب تحياتي لك. شتي علاش هما كيقول لك خصكم تكذبوا؟ شتي علاش كيقول لك خصك تكذب؟ كذب كذبي كذب 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 كاع الناس راه تكذب كذب. احنا ما نكذبوش الحاجه ديالنا ديالنا ما ديناش ما ديناش تفهمنا. قلنا لكم حنا الكراكو ديالنا واش قلنا لكم شنو الكراكو تاعنا؟ جامي. الا كتلبسوه كذا ما عمر قلنا لا داونا ما داونا ما كذا ما كذا. ما يمكنش واحد حاجه ما ديالك ماشي ما ديالكش ما ديالكش ما ديالكش صافي تو سامبلوم. فين وصلنا؟ عييت. شوف سبحان الله عندي واحد الساعه بيولوجيه ولات عندي جوج ساعات كنبدا نعيا. كيفاش كلشي على التريكو وكضحى كالمراقبه. تحياتي احلام شانغاي. شنو هذا؟ The world's fastest trains. هاي 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 على المغرب. هاي 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 السابع عالميا. هاي 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 البوراق 320 سبيد الركورد 357 السابع عالميا جدك. الله العظيم بالله الا بيليغرو. وما كنقولوا والو خايسو فيها تحياتي لك. ما كنقولوا حنا لا اقوى لا اسرع لا والو. وهما قال لك اقوى دوله في المنطقه اقوى دوله كذا اقوى هادي اقوى هادي. اودي اش نقول لك؟ اش نقول لكم الاخوان؟ غادي ندير واحد الاطلال على سميتو على واش كاين شي اخبار اللي تقدر تدوز ولا صافي. لي 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 يا waar we hier naar zitten te kijken, dat is regen die normaal gesproken op een hele andere plek valt. Er is iets geks aan de hand met het regenseizoen. Kijk, bijna overal in Afrika heb je een droog. Hollanda, Hollanda is dik. Hollanda is dik. Hollanda. Jumhuriyat Hollanda. Shadi. دابا هادشي كامل اخوتي نقولوا المهم على حاجه ما فهمتهاش في ذاك الجزائر مسكينه والله العظيم اخوتي الجزائريين تويا تحياتي بتشمينو اخوتي الجزائريين الله يرحم لكم الوالدين لما تكلموا شويه مع ذاك الناس عندكم اصاحبي شنو هادشي دابا توقو مع الجزائر لاعبين الكرة استوديو تحليلي كاين اولويز اش هادشي يا صاحبي كيس كيسين الاشارات كتحطو القرايه اللي كدير اشهار واش ما عندكمش شي سميتها الاشهار كيدوز كيدوز في السلطة كيدوز الفوق مكتوب كتجيبو اولويز كامل تحطو حداكم في الطبلة اوروايز تاع الشركه نتاع اولويز ما فهمتش حاطه منتوج نسوي في واحد الرياضه رجاليه الجمهور رجالي واش الرجال كيستعملوا اولويز واش الدم كي باش يطلع كيديروا هنا ايلي بالله كيدير هنا وتزين هادشي اللي فهمت انا ما اعرفه ان اولويز واحد المنتوج نسوي انتوما كدوزوا اشهار ديالو في واحد الرياضه رجاليه فين كاين الجمهور رجالي دابا جوج الفضايح دابا الفضيحه الاولى هو انك كدوز هذا المنتوج في هذه الفتره معينه والفضيحة الثانية كدوزو ماشي باندا بيبليسيتير ولا لوغو كتجيبو المنتوج واش باقي عاد شي واحد في العالم كيحط المنتوج في البيرو مصيبة صاحبي القرعة الماء شي كاس القهوة كاس داك العصير ديال جوج دريال هو اولويز والله لازم تقول ويز هو اولويز
هادشي دابا راه جديد، راه انا شفتو جاتي شي عامين قلت يمكن قديم، قال لا كيبان لي الماتش ديال اليوم ها ديال الاول البارح. مصائب صح والله الا مصائب بالله. صافي الاخوان تعبت تعبت من